لمشتركين معايا في القناة، لو سمحتم طالبه منكم خدمة، لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس على الاول عشان يوصلكم كل الفيديوهات واشعارات كلها تجيلكم على الفيديوهات بتاعتي الجديدة. اما بقى لو انتوا اول مرة تتفرجوا عليا وتعرفوني، فانا بعمل منملمات وفن التدوير، فياريت تعملوا لي اشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. شوفوا فيديو لو عجبكم اعملوا اشتراك في القناة واعملوا لي وفعلوا زر الاول عشان يوصلكم كل جديد، وكومنتات كتيرة بقى ما وصلكمش، لان الكومنتات دي هي اللي بتساعدني فعلا، بتخلي مؤشر البحث يبقى هاي قوي في التوب، فالناس كتيرة تتعرف على القناة بتاعتنا. وان شاء الله يعجبكم الفيديو، ويلا بقى نشوف النهاردة هنعمل ايه. ماشي، يلا بينا. صوت الخروف بينبح، سلخته قبل ما تبح، مني ربطه في المنور، لابس نفع ما انور. صوت الخروف بينبح، سلخته قبل ما تبح، مني ربطه في المنور، لابس نفع ما انور. ولعت فرحه و ما 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 يشوف المنال على عينه دوت بيعيط ليه؟ ومتعيط على ولاده ولا متعيط على مراته اللي اتذبحت؟ خايف يا عيني على شبابه. نشوف الفحم بقى، هتيجوا جربوه عشان نشوف النوعيه دي بتنفع حلوه ولا لا. ايوه هو النوع ده، عشان كيلو ب 4 جنيه. يلا وعم محمد شوف ادينا والنبي كده حته انتركوت حلوه كده وتكون مختومه، بدل اللحمه البايظه اللي بنلاقيها في الاسواق. لا ان شاء الله ان شاء الله كله موجود وتمام وسليم اهو الحمد لله ومختوم. نروح بقى نشوي، وراس الفاروخ خروف دي ليا انا بحب اكل الحاجات اللي فيها. نروح بقى نشوي ونرجع لكم تاني. بالهنا والشفا، اتفضلوا معانا. احنا هنعمل وليمه النهارده بقى، وهنعمل كوارع، وهنعمل حلويات وحاجات. قولوا ما شاء الله وما شاء الله وما شاء الله، وحاجات حلوه يا رب تعجبكم. يلا نشوفكم في الفيديو الجاي بقى ايه واحنا بنسوي الحاجات دي وعاملين عليها عزومة محترمة. باي باي. صوت الخروف بينبح، سلخته قبل ما تبح، مني ربطه في المنور، لابس نفع ما انور. صوت الخروف بينبح، سلخته قبل ما تبح، مني ربطه في المنور، لابس نفع ما انور. ولعت فرحه و ما 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 Thanks for watching. If you really like the video, please like, share, subscribe, and turn the notification bell. Hope to see you next time. Bye bye.